اهلا بكم من جديد والى الاخبار. قطع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي شوطا كبيرا في حسم التجديد لسداسي الفريق شريف اكرامي ووليد سليمان واحمد فتحي وصابر الرحيل وعبد الله السعيد وكذلك حسام عاشور. هذا وقد عقد عبد الحفيظ جلسه ايجابيه مع اللاعبين تم فيها مناقشه تفاصيل التجديد في انتظار لجنه الكره التي عقدت عصر اليوم لحسم هذا الامر. ومن المنتظر أن يعقد كابتن سيد عبد الحفيظ جلسة أخرى مع كل لاعب على حدة للاتفاق بشكل نهائي على التجديد إلى جانب الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. أكد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بقاء عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم وعدم احترافه في الدوري السعودي كما أشيع في الفترة الأخيرة. وأشار كابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن هذه الأخبار بعيدة تماما عن الحقيقة حيث لم يتلقى النادي أي عروض خاصة باللاعب مؤخرا، كما أشار البعض إلى وجود عرض من نادي أهلي جدة السعودي. وأوضح أن الجهاز الفني لم يناقش هذا الأمر من الأساس لأنه لا نية للتفريط في اللاعب. وفي نفس السياق نفى كابتن سيد عبد الحفيظ وصول أي عرض رسمي إلى أحمد فتحي مدافع الفريق بشأن انتقاله إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قدم عرضا شفويا للاعب من نادي الشباب السعودي إلى أن إدارة النادي الأهلي تنفي وجود أي عروض رسمية، وفي حال تلقي أي خطاب رسمي ستتم مناقشة الأمر وفقا لمصلحة النادي واللاعب. وشدد عبد الحفيظ على أن النادي لم يتلقى أي عروض بخصوص صالح جمعة لاعب الفريق في الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية. وقال عبد الحفيظ أن الأهلي لم تصله أي عروض رسمية خاصة بصالح جمعة سواء من نادي الفيصلي السعودي كما تردد مؤخرا أو من أي ناد آخر. وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن أي عروض ستصل إلى الأهلي سيتم مناقشتها داخل الجهاز الفني وعرضها على لجنة الكرة بالنادي لاتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع مصلحة النادي واللاعب. وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على سفر رامي ربيعة مدافع الفريق إلى ألمانيا من أجل الإطمئنان على حالته الطبية، خاصة بعدما أصيب في العضلة الضامة خلال مباراة القمة مع الزمالك في ختام الدور الأول للدوري العام. وكان الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري قد تقدم بمذكرة للجنة الكرة يطلب فيها سفر ربيعة إلى ألمانيا للعلاج. جدير بالذكر أن ربيعة تعرض للإصابة بقطع جزئي في العضلة الضامة في القدم اليمنى ومزق في نفس العضلة بالقدم اليسرى. استأنف اليوم فريق النادي الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة مصر المقصة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 19 للدوري العام. للمزيد من التفاصيل نروح لزميلنا كريم أحمد من النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. آخر أخبار مران الأهلي استعدادا للمقصة.
اكيد طبعا النادي الاهلي بيستعد بكل قوه لمباراه المقص زي ما انت قلت. طبعا الجوله 19 يوم الاحد على استاد القاهره، اكيد في البدايه كالعاده التوفيق يكون مع النادي الاهلي في المباراه دي. النادي الاهلي بيأدي اداء رائع، بياخد خطوات ثابته للامام ان شاء الله لمحافظه على لقب بطوله الدوري العام. النهارده طبعا كالعاده النادي الاهلي بدا مرانه، كان من المقرر يبدا 3 عصرا، لكن محاضره فنيه كعادة الكابتن حسام البدري استمرت لاكثر من 45 دقيقه، كان فيها طبعا بعض الحديث عن الامور الخاصه بالتشكيل والتكتيك وايضا النقاط الضعف والقوه في فريق مصر المقاصة. وكان في تاكيد كبير جدا من الكابتن حسام البدري لكافه اللاعبين عدم الالتفات الى نتائج الفرق المنافسه، لابد من التركيز في المباريات بتاعتنا فقط لغير، لابد ان لن نلتفت الى الفرق المنافسه، لان انت عارف طبعا زميلي محمد في بعض الفرق المنافسه للنادي الاهلي بتتعثر الفتره اللي فاتت، لكن الهدف هو التركيز في كل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي. بدا المران كالعاده طبعا ببعض الجري الخفيف، لكن انقسم المران قسمين، جزء طبعا يتدرب تدريب منفرد تدريب استشفائي، طبعا كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه سواء اجاي او ميدا او السولية ايمن اشرف صبري وليد هشام محمد، كل اللعيبه اللي شاركت طبعا كانت بتجري بعض التدريبات الخفيفه، ولكن الجزء الاخر خد جرعه تدريبيه كامله. النهارده يمكن زي ما بنقول رامي ربيعه حاجه مطمئنه ومميزه جدا، موافقه مجلس الاداره على الموافقه ان شاء الله ان هو يسافر لالمانيا للعلاج ويعود ان شاء الله سريعا للانضمام لفريق النادي الاهلي. النهارده في اكثر من عوده اللاعبين كانت غايبه، على راسهم اكرم توفيق كان عنده بعض الامتحانات خلال الايام الماضيه، كان بعيد عن التدريبات، النهارده شارك بكل قوه في التدريبات، كان راحت سعده فتحي وعاشور زي ما ريحهم الكابتن حسام البدري من المباراه الماضيه، النهارده انتظموا في المران الجماعي. النهارده كمان كان لافت للنظر جدا في التدريب احمد حمودي، كان متالق وكان بيأدي اداء رائع، باين ان في تركيز شديد من احمد حمودي، النهارده نال اشاده كبيره من الكابتن حسام البدري، احرز هدف مميز جدا في التقسيم اللي اجراه الجهاز الفني، وده يدل ان في تركيز وكل اللعيبه عايزه تاخد فرصه ان شاء الله، واكيد في الفتره اللي جايه اكيد كل اللعيبه هتاخد فرص في المباريات. غياب عبد الله السعيد النهارده بسبب نزله البرد، النهارده ما شفناش عبد الله في الملعب، مختار التتش كان خد بعض الجرعات التدريبيه الخفيفه في الجيم، النهارده سالنا طبيب النادي الاهلي قال عبد الله عنده نزله برد خفيفه شويه، لكن ان شاء الله غدا هيكون متواجد في التدريب او هيتعمل له اختبار طبي، سواء هيكون في التدريب الجماعي او هيفضل برضه مريح عبد الله السعيد. النهارده كل الامور زي ما بنقول ماشيه بشكل طيب. طيب زميلي كريم، هل شارك سعد سمير بصوره طبيعيه؟ سعد شارك وفتحي شارك وعاشور شارك بالنسبه للتدريب، هو اللي زي ما بقول لك اللعيبه اللي ريحت فقط لغير اللي كانوا مشاركين في المباراه بشكل كامل جدا، لكن سعد النهارده خد بعض الجرعات التدريبيه الكبيره في المران. وليد سليمان النهارده تعرض لكدمه قويه جدا مع حسين السيد، طلع من المران لدقائق بسيطه جدا بعد تدخل الجهاز الطبي بقياده الكابتن خالد محمود، لكن شارك بشكل طبيعي وليد، واكيد غدا برضه يكون في اختبار ليه لان كانت كدمه قويه، لكن وليد من اللعيبه اللي بتتحمل على نفسها وشارك النهارده وكان ظاهر بشكل رائع جدا. غدا ان شاء الله باذن الله التدريب هيكون الساعه 9:30 صباحا للنادي الاهلي، وبعد غدا ان شاء الله سيتم التقرير طبعا من الكابتن حسام البدري، يكون تدريب بعد الظهر او التدريب الساعه 4 عصرا. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الجميله. من جانبه أكد كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أهمية وصعوبة مباراة مصر المقاصة المقرة لها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 19 بمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف البدري أن الأهلي يخوض كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز، مشددا على أن الاستعداد لمواجهة المقاصة مثل كل المباريات يسير بجدية والتزام، خصوصا أن الأهلي يحترم كل منافسيه، وخاصة وأن الدوري هذا الموسم يتسم بالقوة، خاصة أن كل الفرق التي تواجه الأهلي تبحث عن تقديم أفضل ما لديها. قال الكابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي ان مباراه الفريق مع مصر المقاصه الاحد المقبل من المواجهات المهمه التي يستعد لها الفريق بشكل جيد بحثا عن الفوز والحصول على نقاط المباراه الثلاثه. واشار كابتن ايوب ان الجهاز الفني يسعى للحفاظ على حاله التركيز
التي وصل إليها اللاعبون خلال المباريات الماضية، مؤكدا أن الفوز على المقصة ضروري لزيادة فارق النقاط التي يتصدر بها الأهلي جدول المسابقة وتعويض خسارة الدور الأول أمام نفس المنافس، خصوصا أن خسارة الأهلي من المقصة كانت الأولى محليا منذ أكثر من موسم ونصف.